وصلنا بيا شايف بعيني بكرة أنا وبعده عارف إن همي ده في فرج بعده ولا عندي وقت لدموعي أو يأسي ولا عندي وقت أزعل على نفسي أنا عمري كله كم على بعض وأنا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية مهما غابت عني جاية قلبي متمسك عليك عندي عزيمة وعمري ما أهمل بالهزيمة في وسط لحظاتي الأليمة ببتسم بإيمان أكيد ولو الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة قادر أكون في كل يوم إنسان جديد. الكرتون عالم الكمال، عالم افتراضي ملون وجميل ودافي، بس للأسف مش دايما حقيقي. بحب أشوف بنتي وهي بتتفرج عليه وبتحلم، بس بخاف عليها تصدقه كله. لما طلبت مني أحكي لها حدوتة كان نفسي أقرب لها الواقع وغير أحداث القصة علشان تكون قصة حقيقية. كان يا مكان في كل مكان عالم مش كامل، ساعات بيكون مظلم ومخيف وساعات بيملاه النور. حقيقي مش مرسوم لأنه ببساطة مش الجنة، عالم مليان أميرات جميلات زيك، لكن مفيش أميرة واحدة كاملة هتملك جمال العالم كله، لأن الكمال وحده لله. والفارس اللي هيجيلك بكرة مش لازم يكون كامل ولا جاي طاير على حصان أبيض، بس في حصان أجمل هتجروا أنت وراه اسمه الحلم. ممكن تقابلي ناس شريرة مش دايما هتعرفيهم من شكلهم الوحش، ومش لازم الخير ينتصر دايما في نهاية القصة بسرعة لحكمة ربنا، لكن في النهاية بينتصر. وعشان كده كان نفسي أهمس في ودنها وأقول لها لو عايزة كل حاجة كاملة احلمي بالجنة. كل يوم بنتكلم على حال من الأحوال اللي بيسلب الإنسان أو بيسلب الإنسان نفسه المطمئنة وسكينة نفسه والسلام الداخلي، وبيشكل ضغط نفسي كبير عليه. وأنا الحقيقة حال النهاردة لما بسمع اسمه كده ما بقتنعش إن ده شيء مهم الواحد يتكلم عليه، لغاية ما قريت وتعلمت. قريت في كلام أهل العلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى، وحضرت بعض الدورات التدريبية عند بعض علماء النفس اللي بيتكلموا عن الضغوط النفسية اللي بتتقل ظهر الإنسان جدا، فلقيت الموضوع ده دايما بيتكلموا عليه، ولقيت إن الغرب بيحاربوا هذا الحال. الحال ده اسمه البحث عن الكمال، بل لقيته أنه عند بعض علماء النفس بيصنفوه من الأمراض النفسية لو سيطر على الإنسان. إيه حكاية البحث عن الكمال ده؟ قالك البحث عن الكمال هو عدم قبول النقص بعد بذل الوسع، أن واحد مننا يبقى بيدور على المثالية الدائمة في جميع نتائج أفعاله وجميع جوانب حياته، ولو شاف نقص معين بعد ما عمل مجهود وبذل علشان مثلا يحقق نتيجة معينة أو يصلح مشكلة معينة ولقى نقص يشعر بهم شديد جدا. لويس ماركي بيقول أن البحث عن الكمال هو أكثر الأمراض المؤذية التي أصابت الإنسان الحديث. في العالم الحديث اللي احنا فيه ده أصعب مرض بيهد البني آدم أنه دائما لا يرضى بالنقص بعدما يبذل المجهود. والحقيقة أن البحث عن الكمال أو المرض اسمه النزوع للكمالية، البحث عن الكمال الحال ده بيبقى سببه سبب كويس، في دوافع نبيلة وراء الموضوع ده. لما الواحد يكون دايما بيدور على النجاح والتميز والنجاحات الساحقة، لما بيحقق نجاح كبير لكن مش زي ما بيحلم بيبدأ يشيل هم شوي، فالدافع من وراه جميل جدا. وعلى فكرة وفي حاجة تانية، سبب تاني بيخلي الحال ده يبدأ يدب القلب الواحد، لما الإنسان ما يعرفش يفرق ما بين الكمال والإتقان والإجتهاد. الكمال عكسه نقص، الإتقان والإجتهاد عكسه تقصير. ده إحنا ربنا نهانا عنه، عن التقصير،
اللي هو عكسه الاجتهاد، أمرنا بيه، ده فرض عندنا في الشريعة. لكن النقص ده شيء بشري. ربنا قال في القرآن: اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالصحابة قالوا ما نقدرش، إزاي نتقي الله حق تقاته؟ فأنزل الله: فاتقوا الله ما استطعتم. العلماء بيقولوا فاتقوا الله ما استطعتم ده تفسير حق تقاته. عارف معناها إيه؟ يعني حق تقات ربنا هي ما استطعتم. يبقى حق التقوى أنك تعمل أقصى حاجة عندك، حق التقوى الاجتهاد في التقوى مش كمال التقوى. إذن عدم التفريق ما بين الاجتهاد اللي عكسه التقصير وما بين الكمال اللي عكسه النقص بيخلي الإنسان دايما مش باحث عن الاجتهاد، باحث عن الكمال. طيب، هل أنا من الناس الباحثين على الكمال؟ أنا محتاج أعرف علامات سيطرة الحال ده. أنا راجل بهتم بتفاصيل حياتي، بهتم بنظافة بيتي الست مثلا البيت، بهتم أنا بشغلي وبتفاصيل شغلي وأحب الدقة، هل ده بحث عن الكمال؟ قال لك لا، ده إتقان. أمال البحث عن الكمال علاماته هو رفض أي خطأ. الشخص اللي بيبحث عن الكمال ما عندوش مبرر أن يحصل أي خطأ. أخطاء البني أدمين ليها سببين، في تقصير وفي نقص بشري. يعني مثلا لما واحد ينسى حاجة مرة ده نقص بشري، الإنسان اسمه إنسان لأنه بينسى. لما تنسى حاجة، نفس الحاجة وهي حاجة مهمة كتير، من غير ما مثلا ما تكتب في ورقة أو تعمل ريمايندر على الموبايل عندك، لا يبقى ده تقصير. لكن لو مرة نسيت، لو مرة وأنا ماشي خبطت حاجة وقعتها غصب عني، لو كل شوية بخبط ووقع يبقى عندي هرجلة، ده تقصير. لكن لو مرة غلط، معلش ده إنسان بشر. ربنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لما واحد يغلط غلطة مش قصدها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا في الحديث، طبعا دي آية في البقرة بس برضو نزلت في سياق حديث، ربنا قال قد فعلت. لما بنقول كده في الآية دي ربنا بيقول لنا حاضر قد فعلت، مش هأخذكم بالنسيان أو الخطأ. حتى ورد في بعض النصوص في السيرة: لا تضربوا إماءكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم. لو ابنك الصغير بيجري غصب عنه مش قاصد، وما كانش مهمل، غصب عنه كسر حاجة، شط كورة غصب عنه كسرت حاجة، لا تضربوا إماءكم. طبعا دي مرتبطة بيساعدونا في البيت كده، أو حتى العيال: لا تضربوا إماءكم على كسر الإناء فإن لها آجالا، أجلها كما مثل آجالكم. فالشخص اللي بيرفض وقوع التقصير، خد بالك البحث عن الكمال بيقرب منك الحال ده. حاجة تانية، شخص الباحث عن الكمال من علاماته إن كل شيء أو لا شيء، يقولك all or nothing، يعمل كل حاجة صح يا ما عملهاش. عايز أشتغل في شركة تدي مرتب عالي وشركة مالتي ناشنال قريبة من البيت، صعب صعب. عايز أتجوز واحدة حلوة قوي وشيك قوي وعندها حياة قوي ودماغ قوي قوي ومن عيلة قوي، ممكن تلاقي واحدة فيها 95% ال 5% دي بني أدمة. أو كذلك لما البنت تبقى عندها تفاصيل قوي على الولد اللي متقدم لها لدرجة الكمال، يمكن يكون في مستقبله واعد. مش هصلي ليه؟ عشان مش خاشع. لا، ما انت النهارده مش خاشع، بكره هتبقى خاشع واحده واحده. مش هذكر ربنا ليه؟ لاني بذكر ربنا وبفكر في حاجات تانية. سيدنا محمد قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لانه عارف ان قلبك مش دايما هيبقى مستحضر. اذكر بلسانك وقلبك هيجي. لكن كله او لا شيء ده من علامات سيطره حال بحث عن الكمال. طيب، ده هيشكل عبء رهيب. في عبء البحث عن الكمال ده شيء مرهق جدا. قال لك أول حاجة الإنسان بتبقى ضغط نفسي عليه أنه لا يذوق طعم النجاح. يبقى الناس كلها بتهنيه على العمر، الحمد لله على السلامة، هو حاسنا مش مقبولة. ليه؟ عشان حاسنا قصرت في حاجة. يبقى الناس كلها بتقوله ما شاء الله مبروك الترقية، وهو حاسس أنه هو كان نفسه في حاجة أعلى. مبروك، افرح بالنعمة. حتى ولو أنت كان نفسك أعلى، بس الحمد لله أنت بذلت المجهود، وده نصيبك، ده القدر اللي ربنا ادهولك سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يشعر بجمال النعمة، ويبقى الناس كلها حاسة بنعمته إلا هو، مع إن هو اللي ضايقها. سيدنا حنظلة في قصة المشهورة خرج من عند سيدنا محمد باكي وبيبكي من كلام النبي عن الآخرة. يا بختك على قلبك الجميل يا سيدنا حنظلة. راح البيت لقى مراته قاعدة مع العيال، قاعد يلعب معاهم ويحسب شوية كده الأرض جابت له إيه النهاردة، وبعدين قال إيه ده؟ بنبكي في درس النبي عليه الصلاة والسلام ونروح نهزر مع مراتنا ونحسب الفلوس؟ أنا منافق. نافق حنظلة. خارج في الطريق لقى سيدنا أبو بكر، قال له نافق حنظلة. قال له بتعمل إيه؟ إشمعنى بتقول على نفسك منافق ليه؟ قال له بنبقى مع النبي يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، ثم نذهب
ونعافس يعني نلعب مع العيال الصغيرة ونهزر مع مراتاتنا والكلام ده، إن ده منافق. فقال أنا كده، ده كلنا كده، سيدنا أبو بكر يقول كده، كلنا هذا الرجل، تعالى بينا على النبي يفصل في الموضوع ده. دخلوا على النبي، نافق حنظلة، قال له مه، ما تقولش على نفسك كده، بتقول على نفسك كده ليه؟ قال له يا سيدنا محمد بنبكي بين إيديك وبعدين نروح نهزر مع مراتاتنا؟ قال له يا حنظلة، لو تكونوا في بيوتكم كما تكونون معي لنزلت الملائكة وصافحتكم في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ده طبيعي في الدرس عندك خشوع ورهبة وفي البيت مبسوط، ده طبيعي، حس بإيمانك. شوف سيدنا محمد بيقوله أنت كويس، هو مش حاسس. فالعلماء بيقولوا لا، خد بالك يا أيها المستمع، أن سيدنا محمد كان بيوجهه أن ده نقص بشري طبيعي، وده مش نقص أصلا، ده طبيعة بشرية. فالكل يبقى حاسس بنجاحك إلا أنت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. تكرهش مراتك وانت ما تكرهش جوزك، لو فيها عيب طب ما انت كمان فيك عيب، وهو فيه مميزات وانت فيك مميزات، فاقبلوا بعض بغير كمال، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فقال له لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة لو فيها خلق معين مش عاجبك بس هي شايلاك، ولو هو فيه صفة معينة مش قد كده بالنسبة لك بس هو ظهرك. فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. ما بيحسش الإنسان بالنعمة، وده بيبقى عبء شديد عليه. غاندي الأب الروحي للمقاومة السلمية بيقول لا يمكننا قيادة النتائج، فقط يمكننا السعي جاهدين. والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فنقل الاجتهاد والإتقان من مجرد فضيلة يتسم بها الناجحون إلى فريضة مكتوبة يحاسب عليها الرب يوم القيامة. هذا هو دور الإنسان، ويتوقف هنا عند الاجتهاد والإتقان، ثم النتائج تدخل في حيز الأقدار والأرزاق والعطايا التي هي من تقدير الرب كامل الأوصاف. ولما طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل أفعال خارقة من التحكم في أرزاق الأرض والسماء وتسيير الملائكة والتحليق في الجو، قال لهم سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ فالكمال المطلق لله وحده، والمطلوب من البشر هو الاجتهاد والإتقان وليس الوصول للكمال. أما الإتقان وهو الفريضة فهو شيء آخر، وهو استفراغ الوسع والمجهود لتحقيق أعلى النتائج الممكنة، وهذا هو المفروض. فلم ينتصر قائد بارع عبر التاريخ في كل المعارك، ولم ينجح طبيب ماهر عبر العصور في كل العمليات الجراحية، ولم يحصل أن حقق فريق متميز هدف من كل هجمة على المرمى، بل ليست كل بذرة يزرعها المزارع تنبت إلى شجرة عظيمة. النجاح الحقيقي والكمال الحقيقي هو ألا يبخل الإنسان على نفسه بالمحاولة المضنية، ثم يتحلى بعد ذلك بالرضا بالمقسوم. فاطرح عن نفسك أوهام الكمال، وابحث عما هو مطلوب منك وأده على أحسن حال، واقبل بعد ذلك ما يقسمه الرب واطمئن، فالعناية الإلهية لديها ساعة مضبوطة لكل شيء. فاشكر ربك وخليك دائما إنسان جديد. طيب أيها الإنسان الجديد، مطلوب منك إيه؟ ماذا يريد الله منك؟ يريد الله منك السعي مع التقبل. لازم الإنسان يعرف أنه محتاج يحقق اتزان ما بين بذله لأقصى مجهوده في تحقيق أحسن النتائج في كل جوانب حياته، هو ده فعلا تمن الحياة وتمن الجنة بإذن الله، وما بينه يتقبل النتائج اللي هي من قدر الله سبحانه وتعالى. ويتوقف هنا عمل الإنسان عند بذل المجهود، ثم يأتي العطاء من ربنا كما يقدر. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا يعني حاول توصل لأقصى حاجة تقدر عليها،
سدده، كن مسدد، ابذل، فكر، نشن، كأنه عليه الصلاة والسلام بيوصيك بالإتقان، سدده وقاربه وأبشره، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا صاحب أكبر الأعمال، قيل ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تنص الحديث كله على بعض، كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ابذل المجهود وارضى بالنتائج. عشان كده السعي الحقيقي في الحياة دي إن الإنسان يجتهد ويطلع من الدنيا دي وهو ما قصرش، مش وهو كان كامل، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة كما في البخاري، فقالت له، كان واحدة صاحبتها قاعدة معاه، قالت هذه الحولاء بنت تويت اسمها كده لا تنام الليل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا. كأنه حس بمشاعر الحولاء بنت تويت، إنها لو نامت هتحس إنها مقصرة، لا نامي واستريحي، لا تنام الليل، تلاقيها بتنام ساعة ولا ساعتين كده الصبح ولا الظهرية وتقعد تصلي طول الليل كل يوم. قال مه اكلفوا من العمل ما تطيقون، ما تعملش في نفسه كده، ربنا عايزك تجتهد تسعى مع التقبل، لأن البحث عن الكمال من مهلكات الرجال. يجي واحد للإمام محمد بن كعب القرظي يقول له إني عاهدت الله ألا أعصيه أبدا، قال ومن أعظم جرما منك، جرم يعني ذنب، ومن أعظم جرما منك تتألى على الله ألا ينفذ فيك قضاءه وقدره؟ أنت بتحلف على ربنا إنه ما يمشيش قضاءه عليك، لأن من قضاء ربنا إن الإنسان ناقص وممكن يغلط. فأنت لو عاهدت ربنا إن عمرك ما تعصيه، ده دي عصمة الأنبياء، أنت مش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ومن أعظم جرما منك تتألى على الله ألا ينفذ فيك قضاءه وقدره، ولكن إن شئت أن تعاهد الله فعاهده على التوبة إذا أذنبت. هو ده الكمال اللي على قد الإنسان اللي هو فيه نقص، إن أنا أجتهد أقصى حاجة عندي، ولو غلطت أقول له حقك علي يا رب، مش إن أنا أكون معصوم. فالعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فخد بالك كويس، ربنا يحب السعي مع التقبل مش البحث عن الكمال. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. لا يا رب، أشهد أنه لا نقص في كونك ولا تقصير في أفعالك، فأنت أهل الكمال. كمل دينك وتمت نعمتك علينا فلك الحمد، وأبدعت تصويري في أحسن تقويم وأتقنت كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنزلت علينا كتابا كاملا فكان كما قلت تبيانا لكل شيء، ولو كان من عند غيرك لوجدنا فيه اختلافا كثيرا. وأعددت لنا جنة عرضها السماوات والأرض ما خطرت على قلب بشر، وتسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يا خفي الألطاف ويا كامل الأوصاف. فالكمال منك ولك يا رحمن، أما أنا وبني جنسي من البشر فالأصل فينا النقصان. أمرتني بالإتقان فحاولت أن أتقن، لكن بعد إتقاني غلبتني أحزاني، لأني لم أرض بما قدرت علي من نتائج، وبحثت لا عن الإجادة بل عن الكمال في كل مناحي حياتي. أسعى يا إلهي للحصول على أكمل شيء في كل ما أقوله أو أفعله، ولم أرحم نفسي عند شهودي لضعفي ونقصي، وصاح قلبي إن لم تحقق كل ما تريد فأنت ما حققت شيئا. فخفتت من قلبي لذة الحمد، وصرت لا ترضيني خيرات كثيرة أجريتها على يدي، لأني لا أرى فيها من الكمال ما يرضي نهمي. فهذب اللهم هذا الطمع من قلبي، وأذهب أحزاني بقبولي ما قدرته علي من نقصاني، وأعني على الإتقان والإحسان وبذل المجهود، ثم القناعة بعد ذلك بما قدرته لي والرضا بالموجود. طيب كيف تصبح إنسانا جديدا؟ الإنسان اللي بيسعى مع التقبل، ده الإنسان الجديد اللي بنحلم بيه، اللي بيحاول يتخلص من البحث عن الكمال اللي هو من مهلكات الرجال.
هو حل واحد في جزئين. الحل ده بيسموه النظرة الشمولية. النظرة الشمولية انك تبص على حياتك عبارة عن مجهود ونتائج. المجهود تركز فيه قوي والنتائج تفوض أمرها إلى الله. دي يسموها النظرة الشمولية. أنت بتاع المجهود والنتائج على الله سبحانه وتعالى. في غزوة مؤتة كنا 3000 والغساسنة دول تبع الرومان 200,000. وكانت الغزوة دي لأن الغساسنة دول قتلوا أحد رسل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعته عشان يكلمهم عن ربنا. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم جيش، لأن دي من الجرائم الحرب اللي حصلت دي. طب احنا 3000 وهم 200,000، يا نهار ابيض. فسيدنا خالد بن الوليد حارب الحرب دي وانتصر وقتها بال 3000 على 200,000 بخطه حربيه محكمه بتدرس في جامعات العالم. وبعدين بعد الانتصار ده لازم نروح، بس مش هينفع نفني ال 200,000 دول. فرجع قبل ما الحرب تخلص النهايه الطبيعيه بتاعت ان جيش يخلص على جيش، لا خلاص احنا اثبتنا قوه معينه واخدنا حق الانسان اللي قتل والموضوع انتهى. رجع بال 3000 مقاتل، فقابلوهم بعض الناس من المدينة يا فرار يا فرار، لأن ورد الأخبار إنهم رجعوا قبل ما 200,000 دول يجروا مثلا. يا فرار أنتوا جريتوا أنتوا هربتوا. فقال النبي لا، بل هم الكرار. الكرار يعني المهاجمين، الكر والفر، ما تقولوش عليهم كده. هم بذلوا الوسع، ما فيش حاجة ممكن تعمل أكتر من كده. دول 3000 مجهودهم قد إيه قدام 200,000؟ كأن سيدنا النبي بيقول ما تطلبش نتائج فوق الكمال كمان، لكن في وسع تم بذله. شكري يقول لك ايه؟ اقبل من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تعسر، فان الناس مثل الزجاج ما لم ترفق به تكسر. لو طلبت المثاليه من كل اللي حواليك في كل وقت تكسرهم ودايما يعيشوا في شد وانت عايش في شد. في مثل اجنبي بيقول لك اذا لم تتوقع المثاليه من احبابك استطعت ان تحبهم، لانك دايما لما تتوقع المثاليه وهو ما يقدرش يبقى مثالي يبقى مقصر في حقك، مش قادر احبك عشان انت مقصر في حقي. فاذا لم تتوقع منهم المثاليه استطعت ان تحبهم. والحب بيجي لما الانسان بيقبل بالقليل، وعلى فكره ربنا بيقبل مننا بالقليل سبحانه وتعالى. فخلي نظرتك شموليه، بص للمجهود وفوض النتائج على ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رايح في غزوه من الغزوات وكان في رمضان، والصحابة كانوا عايزين يصوموا، بس انتوا بكرة الصبح في حرب. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أرفق بكم فأفطروا. كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول افطروا بكرة الصبح، لأن ده في حرب هتصوموا إزاي؟ ده شيء فوق قدرات البشر. وكأن الصحابة كان نفسهم ياخدوا كل الخير، هيبقوا بيحاربوا في سبيل الله وكمان صايمين. سيدنا النبي قال لهم لأ، كل واحد مجهوده على قده فأفطروا. الصحابة يقولوا فعزم علينا، عزم علينا يعني أكد علينا نفطر بكرة الصبح صلى الله عليه وآله وسلم. فبص للمجهود. وأنا كنت حكيت لكم قبل كده النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم فراشه وهو ينوي أن يقوم يعني يصلي بالليل فغلبته عيناه كان له أجر ما نوى وكان نومه صدقة منه صدقة من الله عليه. ربنا تصدق عليك بالساعتين اللي نمتهم زيادة دول، مع انك نفسك تقوم تصلي، انت عملت اللي عليك. فما تدورش على الكمال انك انت تقول ربنا ما صحنيش يبقى ربنا ما بيحبنيش، لا. تحملش نفسك فوق طاقتك، بكره هتصحى باذن الله واحده واحده. رفقا بنفسك فان الناس كالزجاج ان لم ترفق به تكسر. يا رب علمنا الاجتهاد والسعي، واطرد عنا البحث الدائم عن الكمال لانه من مهلكات الرجال. وربنا يقدرنا نفرق ما بين الاجتهاد والكمال، لأن الاجتهاد عكس التقصير، ده حرام ده غلط، لكن الكمال عكس النقصان، وده شيء بشري طبيعي جدا لازم تقبله من نفسك وتقبله من اللي حواليك عشان تعرف تستمتع بحياتك. وربنا يقدرنا كل واحد من النهاردة بإذن الله يكون الإنسان الجديد. رباه إني ما كفرت بنعمتك
ونويت قضاء عمري في طاعتك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، لكني عبد بالنقص موصوف، أطمع كغيري في شريف رحمتك. وأغلقت قلبي عمن سواك، فاجبر اللهم تقصير عبد ضائع إن لم يشمل برعايتك. وكنت أنا واهدني يا سيدي إلى اتباع محمد كامل الأوصاف وشفيع أمتك. خفايا القلوب ولسنا ترزقني الثبات في الأمر وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني لك برد جميل، مكتوب علي يكون طريقي طويل، وانت المداوي لكل قلب عليل. وأنا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاي، أنا مهما غابت عني جاي، قلبي متمسك عليك، عندي عزيمة عمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظات الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. وأنا مش بعيد عن فرحة مصاعب جديدة.